السلام عليكم محبي سي الطبيعة رشاد، والفلاحة المستدامة. اخ ما اليوم حليتيش إن شاء البازار. الله غادي نكملوا الفيديو الأسبوع اللي داز، اللي بما أننا هذه الفترة هذه ديال الفترة ديال الخريف اللي الجو شوية برد فيها، واللي تنتمناو فيه أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا وطيح شوية ديال الشتاء، غادي نبداو العملية ديال الغرس. ديال الغرس واحد الحاجة اللي هي سهلة بالنسبة لنا هنا في البحر الأبيض المتوسط، واللي الانتاج ديالها تيكون كتير، وفي نفس الوقت انا تزيد غطي تغذية هذيك البلاصه للأرض، اللي يعني يبقاش تزيد خاويه. في لافيرتيليتي ديال الأرض، لأنها هي من العائلة ديال لي ليجيمينوز، هنا دونك ها تتستوكي لينا كيفاش هذاك الربيع الأزوت هذا تحاول الأتموسفيريك يعني اللي تيكون في الهواء، وتتخليه لينا في الجذور ديالها. وبهذه الطريقة هذه التربة ديالنا تتزيد في الجودة ديالها نهار على نهار، وهذا هو الهدف ديالنا حنا في الفلاحة المستدامة. دائما دائما نديرو الاختصاص ديالنا وتنكونسونطراو على التربة، حيت التربة هي كل شيء. الواحد ما يفكرش في النباتات في الأول، يفكر دائما في التربة. منين إن شاء الله تكون عنده تربة مزيانة، اي حاجه ان شاء الله باذن الله غرسها غادي يكون انتاج كبير وغادي تكون الامور مزيانه. اول حاجه تنخدموا بما اننا حنا تنابليكيو المبادئ ديال الفلاحه المستدامه، اي حاجه عندنا طبيعيه تنستعملوها. في هذه الحاله هذه لقيت واحد الكرتونه دابا كبيره الغبار عندي، نديرو حطيتها الغبار. هي الاولى، اللي عندها واحد الهدف كبير، هي انها قاع داك الزريعه اللي محطوطه في الارض تتبلوكيها من تتبلوكي الاشعه ديال الشمس، وبما انها تتبلوكي الاشعه ديال الشمس ان شاء الله باذن الله ما غتكبرش، يعني ما غاديش تفرض عليا انني كل مره نجي ونحيد كاع هذوك النباتات اللي انا ما باغيهمش، اللي ما تيخليوش هذاك الزريعه اللي درست انايا تكبر بطريقه مزيانه. ولهذا فانني تندير ديك الكرتونه، وفين تندير ديك الكرتونه تندير عاوتاني داك التبن الرقيق اللي هو عندي. دائما تنعتمدوا على الامور اللي عندنا، ما نجيبوش شي حاجه من برا، دائما غير هذاك الشيء اللي عندنا. الحمد لله انا الصديق ديالي تما في الباديه تيجيب لي الغبار، تيجيب لي التبن اللي حدايا، هو ماشي مشكل. دونك انايا تنخدم بهذا الشيء، وكما كانش هذا السيد هذاك غادي نخدم انا غادي نزرع دوك الشجر اللي عندي وغادي نحطو في الارض، يعني ما غاديش نبرز راسي انني نبقى نستعمل الالات ولا نستعمل سميتو وسائل النقل ونمشي نجيب شي حاجه ونخسر الفلوس ونخسر بزاف ديال الثمره. لا، غنخدم بهذاك الشيء اللي عندي وان شاء الله باذن الله غادي يكون الانتاج مزيان. دونك الفلو تنديرو الكرتون ومن تنديرو منو التبن الصغير مترتت، لان هادو فيهم واحد الماده اللي هي الكربون، وهادو جد مهم. الكربون هو اللي تيخلي تيستوكي الماء، يعني ان شاء الله ما يطيحش الشتاء تيخلي عنده. من بعد تنديروا الغبار باش يكون دائما هذاك ليكيليبر بين الكربون والازوت، دائما الغبار والامور الخضراء فيها الازوت، والتبن كرتون اي حاجه كارمه راه فيها الكربون. سو كيفي اننا تنديروا الكربون من مورا تنديروا الازوت، ومن بعد تلوحوا الزريعه. ملي حنا دابا الزريعه دابا خصنا نغطيوها، هاد القضيه تنغطيو اننا باش نزيدوا عاوتاني نديروا داك التوازن بين الكربون والازوت، وفي نفس الوقت ما نخليوش عاوتاني الطيور يجيو ياكلوا لينا الزريعه ديالنا، لان هذا بني تنغطيو، ملي تنغطيو هاد سميتو هاد التربه هذه هذاك الزريعه ديالنا، ما تيجيوش الطيور ولا الحمام ويجيو ياكلوا لينا الزريعه ديالنا ونلقاو اننا بحال ما درنا والو. يعني تنغطيو هذا بداك الغبار اللي عندنا، ودائما تنغطيو بالامور اللي عندنا، حيت الواحد اللي ما عندوش الغبار يدير حاجه اخرى، يقطع غير الربيع ويحطو راه ماشي مشكل، ولا مثلا ينقي الخضره ديالو بحال مثلا اي حاجه كلاها يلوحها فوق من هذاك البلاصه ورا الامور مزيانه. يعني دائما يخدم الانسان بهذاك الشيء اللي عنده. دابا هذه الساعه هذه اللي عندي، عندي الغبار وعندي هذاك التبن رقيق مفرتت. دابا ملي كملنا ذاك الحوض الاول دزنا للحوض الثاني بنفس الطريقه، غير هو هذا نفعنا بواحد القضيه. هذا الحوض هذا هو العام اللي فات منين 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 جا الصيف وكرم لينا هذاك الربيع ديال دوك النباتات اللي ناضوا لينا بطريقه سبونطاني، قطعناهم وحطيناهم في هذا الحوض هذا. يعني هذاك الحوض بقى مغطي الصيف كامل، يعني غادي يكون الحشرات ومخبيين تحت من دوك التبن داك الربيع، دونك غادي يكون التربه احسن هذا الادم. دونك حنا باش نزيدو نحسنو الوضعيه ديالها زدنا حنا على التبن، ومن بعد داك التبن صغير، ومن بعد عاوتاني غادي نغرسو الفول والجلبانه. ديما هاد الساعه هادي غادي نغرس ان شاء الله الفول والجلبانه، لان هما تيكون عندهم الانتاج كبير، تيكون كبير. وهاد المره هادي غادي ما غاديش نحاول ما يمكن نغرس الارض كامله، لان كنت نغرس الارض كامله وفي الاخر تضيع ليا بزاف الانتاج، علاش؟ لان ما يمكنش ليا انا لازم ندير انا واحد الشريش، وما يمكنش ليا انايا نحيد كاع داكشي. ولكن في الاخر الحاجه اللي زوينه في هادشي، انا منين تنغرس البلاصه كبيره
وهو ان الزريعه دابا هذه تنخدم بها العام الثالث صافي، يعني الزريعه ما تشريهاش، يعني هذاك الشيء الانتاج ديال العام اللي فات والعام اللي قبل هو باش تنخدم. يعني العام اللي فات خدمت بالزريعه هذا العام اللي فات، وهذا العام هذا عاوتاني غرست بالزيت ديال العام اللي فات. يعني دابا هذا الشيء كامل اللي تنغرس انا الزريعه ديالي ديال الارض اللي يعني هي مولفه، هذوك الظروف الطبيعيه ومولفه النوع ديال التربه ومولفه كل هاد الظروف اللي كاينه كامله في هذيك الارض اللي كاين فيها اللي غادي يدير فيها انا هذا البروجي ديالي. يعني الانسان تنشجع ان جميع الناس اللي في الفلاحه المستدامه ان تكون عندهم الزريعه ديالهم، لان الزريعه ملي تكون ديال الارض تكون دائما هي تقدر تتحمل جميع الظروف الجويه والطقس ديال هذيك المنطقه، تكون مولفه. يعني هي تكون بحال تنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا تنقولوا بنت الارض، وبما انها بنت الارض غادي يكون ان شاء الله باذن الانتاج ديالها كبير، وغادي يكون القدره ديال التحمل ديالها كبيره، لان دابا هذا العام اللي فات عرفتوا كيفاش دازت الحراره، وهذا العام حتى هو كيفاش داز. ونتمنوا ان شاء الله باذن الله يرحمنا بالشتاء هذا العام هذا، ويكون الانتاج مزيان ان شاء الله باذن الله. نفس الطريقه هذا الحوض هذا الثالث، هذا الحوض هذا حتى هو كله معمرناه حنا بهذاك الربيع اللي قطعنا العام اللي فات، وكاين في الجنب غرس واحد الشيبه في اليمن وواحد اخر عاوتاني في اليسر، وكاينه واحد الشجره ديال المشماش الوسط. هذيك الشجره ديال المشماش انا اللي غطيت عليها كاع هذاك فداك الصيف كامل بهذاك الربيع، ودابا غادي نعاونوها ان شاء الله عاوتاني بتثبيتو بهذا الغبار، ونعاونوها بذاك التبن الرقيق، وفي نفس الوقت غادي نغرسوا ان شاء الله هذاك الفول والجلبان، ونزيدوا عاوتاني نعاونوا. علاش؟ لان غادي يستوقفوا لينا لازوت، وهذيك الشجره ان شاء الله باذن الله غتزيد تكبر ان شاء الله باذن الله. وفي نفس الوقت هي الا كبرات من هنا لقدام ان شاء الله، منين غادي تكبر غتولي دير لينا الظل، وفي وسط الخريف عاوتاني غتلوح هي هذاك الوراق ديالها، ودوك الوراق ديالها غادي نحطوه عاوتاني في هذاك الحوض. يعني دائما الانسان خصو يحاول انه هذوك ملي تغطي وتكبر الشجره هي تتعاون عاوتاني هذاك الحوض اللي كاين فيها. دابا هاد البلاصه هذوك الاحواض اللي غرستهم وعمرتهم لحت فيهم شويه ديال الربيع، هذا هو داك الحوض ديال الاسبوع الماضي اللي درت فيه البطاطا، غير الامور مزيانه. ونتمنوا ان نتمنوا دابا حنا بقات لنا هي الشتاء، دابا ان شاء الله باذن الله نديروا واحد الجوله في هذا المشروع ديال الفلاحه المستدامه ديالي. من اولا هذا هما دوك الشجرات ديال اللوكاينه اللي كنت زبرتهم ورحت الوراق ديالهم والزريعه ديالهم في الارض، هادو دابا شهر دابا باش زبرتهم، ها هما دابا تبارك الله ولاو داك الاغصان ديالهم كاين اللي فايتين 20 سنتيمتر، يعني الحمد لله كاين اللي كثار كاع حتى 30 سنتيمتر، يعني الحمد لله، يعني ولاو دوك الشجرات بحال ما قطعتهمش. وفي نفس الوقت راه داك الوراق وداك الزريعه ديالهم الكرشه ديال الزريعه كاع راه مملوح مليوح فوق الارض، يعني تغطي الارض وتحاول يزيد وتزيد في لافيرتيليتي ديالها. هادشي باش خاص الواحد يغرس بزاف هاد النوع ديال الشجر، لان مهمين تيشدو الجذور ديالهم تيشدو الارض، تيغطيو لينا الارض بالوراق ديالهم، في نفس الوقت تتلوحهم في الارض وتزيدو لافيرتيليتي ديال الارض، وفي نفس الوقت الى عندك شي بهايم تعطيهم ياكلوا، يعني تنفعوك تنقصوا عليك الثمن ديال باش يطلع عليك التكلفه ديال الماكله ديال الحيوانات اللي انت مربي، وزيدتو في الظرفيه هذه اللي الثمن غلا بزاف. ولهذا فان هاد الشجر هذا وخاصة هاد اللوكاينه الواحد يغرس فيه اكبر عدد قدر على حتى 2000 غرسه، مهمه جدا، يعني عندها واحد الدور كبير لا يقدر بثمن. يعني الواحد الا غرس هاد الشيء راه غادي يستافد في جميع الحالات، يعني ديما هو مستفد، من الاحسن يغرس. دابا هادي الشجره ديال المورينغا، هاد الشجره ديال المورينغا ها هي دابا تبارك الله بدات تعطيني دوك لي كوس، هادوك هادو راه تيتكالو بحال الجلبانه، هما تبارك الله كبروا وهي عطات بزاف ديال الورد، غير هي التربه ديالها اللي دايره بها ناقصه بزاف. ولهذا فانني غادي نزيد نقاد لها واحد الحوض، انا غادي نحفر لها واحد الحوض كبير، لان دابا تبارك الله شحال ديال الورد وشحال نحل فيها، يعني مهمه جدا. حتى داك الورد تيتكال، ولكن دابا انا محتاج لها، لان الشجره واحد اللي بقات حيه. انا كبرت لها الحوض، كبرت لها الحوض مزيان وعمرته بالتبن وبالغبار، وفي نفس الوقت لحت لها دوك العواد باش يبلوكيو هذوك التبن وداكشي باش ما يطيرش، وفي نفس الوقت حتى هما يزيدوا في لافيرتيليتي.